السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس الميديكال مايكروبيولوجي. وعنوان حلقتنا النهاردة عن واحدة من أنواع الجرام نيجاتيف كوكاي اللي بتشبه لحد كبير جدا مجموعة النيسيريا، وهي مجموعة المورجزيلا. ونتعرف على خصائصها وأنواعها والأمراض اللي بتصيبها، وإزاي أتعرف عليها وأفرقها بين مجموعات الجرام نيجاتيف كوكاي المختلفة. تم اكتشاف المورجزيلا من قبل طبيب العيون السويسري فيكتور موراكس، ومع مرور الوقت تم اكتشاف اكتر من 15 نوع منها بيصيب الانسان والحيوانات المختلفه. ومن اهم صفاتها انها بتشبه النيسيريا في انها جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، وان كان حجم خلايا المورجزيلا بتكون كبيره شويه لدرجه ان بيتم ادراجها تحت مسمى كوكوباسيلاي، وكمان بتشبه النيسيريا في انها اوكسيديز وكاتاليز بوزيتيف. وكمان المورجزيلا بتشبه النيسيريا وجميع مجموعات الجرام نيجاتيف كوكاي في انها نون موتايل، غير متحركه، وان كان بعض انواع الجرام نيجاتيف كوكاي مثل النيسيريا والمورجزيلا بتتحرك حركه بطيئه جدا ضد المؤثرات الكيميائيه والضوئيه بسبب وجود البيلي. وايضا مجموعه المورجزيلا بتشبه النيسيريا في انها بكتيريا هوائيه، ولكن على عكس مجموعة النيسيريا المورجزيلا ممكن تنمو في ظروف لا هوائية في حالة وجود النيتريت، لأن لديها القدرة على اختزال النيتريت. وكمان لا تستطيع تخمر أي نوع من أنواع الكربوهيدرات خصوصا السكريات، حتى الجلوكوز اللي هو أبسط أنواع السكريات لا تستطيع المورجزيلا استهلاكه. ولكن على عكس النيسيريا تتميز المورجزيلا بقدرتها على إفراز إنزيم الديوكسيريبونيوكليز، وأهم ما يميزها على الإطلاق عن مجموعة النيسيريا هو اختبار الترايبيوترين هيدروليسيس تيست. ولا تستطيع المورجزيلا النمو على الموديفايد سير مارتن أجار، الميديا رقم واحد والمفضلة والمحببة لمجموعة النيسيريا. ومن أشهر أنواع المورجزيلا المورجزيلا بوفيس، اللي بتصيب ملتحمة العين في الأبقار فيما يعرف باسم البينك آي أو النيو فورست ديزيز، والمورجزيلا إكوي اللي بتصيب ملتحمة العين في الحصان. أما المورجزيلا أوفيس فهي بتصيب ملتحمة العين في الماعز والخرفان، والمورجزيلا لاكيوناتا اللي بتصيب ملتحمة العين في الإنسان. اغلب الاصابات اللي بتصيبها المورجزيلا بتكون في العين، وكمان اللي اكتشفها هو طبيب العيون السويسري فيكتور موراكس، ولكن برضه بتسبب امراض تانية. لو ركزنا مثلا على الاصابات اللي بتصيب الانسان اكتر، وده اللي هنركز عليه اكتر، وهما المورجزيلا لاكيوناتا والمورجزيلا كاتراليس. بكتيريا المورجزيلا لاكيوناتا هي بكتيريا غير ممرضة وغير معدية، موجودة طبيعيا في الأبر ريسبيراتوري تراكت، وحجم الخلايا بتاعها بيكون كبير شوية لدرجة انها ممكن تظهر على اساس انها لارج ديبلو كوكو باسيلاي، او ممكن بعض الناس يشوفوها ديبلو باسيلاي. ونادرا ما تحدث الإصابة بسبب انها ما عندهاش فيرولنس فاكتور قوي تقدر تسبب العدوى من خلاله، ولكن بطريقة ما بتقدر تصيب ملتحمة العين مسببة subacute conjunctivitis اللي بتكون مصحوبة بخروج صديد من العين، وممكن تسبب keratitis التهاب القرنية، وممكن طبعا لو دخلت الدم تسبب endocarditis وmeningitis، وفي بعض الحالات تسبب septic arthritis. وأفضل ميديا لعزلها هي البلاد أجار والشوكليت أجار، ولا تستطيع النمو أبدا على الماكونكي أجار. وبجانب الصفات المشتركة بينها وبين مجموعة المورجزيلا فهي أيضا بتتميز بقدرتها على الجيلاتين ليكوفيكيشن والليتمس ميلك ديكولاريزيشن، وكمان بتختلف عن بعض أنواع المورجزيلا في إنها إندول نيجاتيف. المورجزيلا لاكيوناتا بتكون سنسيتيف للبيتا لاكتام دراجز زي البنسلين والاموكسيسيلين والسيفالوسبرين. اما عن المورجزيلا كاتراليس فدي تعتبر اخطر نوع فيهم تسبب الاصابه للانسان، ودي حكايتها حكايه. تم تسميتها في البداية مايكروكوكس كاتراليس عام 1896، بعد كده وجدوا انها بتعمل اوكسيديز وكاتاليز بوزيتيف، وكمان وجدوا انها جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي وتشبه لحد كبير جدا الى مجموعة النيسيريا، فتم تسميتها نيسيريا كاتراليس عام 1963، لحد ما جت العالمة سارة برانهام عام 1984 اللي اوضحت ان مفيش جيناتيك ريليشن شيب قوية بينهم، وتم تسمية البكتيريا باسمها برانهاميلا
كاتيراليس. وفي الاخر خالص تمكن العلماء انهم يكتشفوا صفات مشتركه بينها وبين مجموعه الموريكزيلا، زي عدم قدرتها على تخمر السكريات والكربوهيدرات وعدم تكون الصبغات، وانها بتقدر تنمو في الاوساط الزراعيه البسيطه، وفي قدرتها على انتاج اللايبيز والدي اوكسيرايبونيوكليز انزيمز، وفي قدرتها على اختزال النيتريت. والحاجه اللي خلتهم يتاكدوا انها مش نيسيريا انها بتعمل ترايبيوترين هيدروليسيز زي اغلب مجموعه الموريكزيلا وعكس صفات النيسيريا. وده يعتبر من اهم التستات الديفرنشال ما بين الموريكزيلا والنيسيريا. الموريكزيلا كاتيراليس تشبه الستريبتوكوكس نيمونيا والهيموفيلس انفلونزا تماما من حيث الاصابه، فهي تسبب الالتهاب الرئوي خصوصا في الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، او المدخنين بكثره على المدى الطويل، او اللي مناعتهم ضعيفه. وكمان بتصيب الاطفال، مسببه التهاب الاذن الوسطى والتهاب الجيوب الانفيه والتهاب الحنجره. وممكن لو البكتيريا دخلت الدم فتعمل اندوكاردايتس او مينينجايتس، بالاضافه الى الكونجنكتيفايتس التهاب ملتحمه العين، المرض المميز لعائله الموريكزيلا. يبقى كده الموريكزيلا كاتيراليس تشبه الستريبتوكوكس نيمونيا والهيموفيلس انفلونزا في انها اصابات انتهازيه، خصوصا الاشخاص المدخنين بكثره، او اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، او اللي حصل لهم فايرال انفكشن فتبتدي تخش كانها سكندري انفكشن. ولكن بيتم التعرف على الموريكزيلا كاتيراليس عن الستريبتوكوكس نيمونيا والهيموفيلس انفلونزا في انها بتكون ريزيستنت للبيتا لاكتام جروب، لان الموريكزيلا كاتيراليس بتفرز انزيم البيتا لاكتاميز انزيم اللي بيمنع البيبتيدو جلايكام من التحلل عن طريق تكسير أدوية البيتا لاكتام اللي بتخش الخلية، لذلك فهي مقاومة للبنسلين ومشتقاته، أموكسيسيلين، ميسيسيلين وغيره. وكمان الموريكزيلا كاتيراليس بتكون ريزيستنت للترايميسوبرايم والفانكومايسين، ولكن بتكون حساسة جدا ضد السلفاديميدين والتتراسايكلين والإريثرومايسين. وبالرغم من كل الأمراض اللي بتسببها، إلا إن الفيرولنس فاكتور ليها غير محددة حتى الآن، ودراستها لسه غير كافية. ويعتقد إن اللايبو أوليجوساكرايد واحدة من أهم أسباب الفيرولنس فاكتور الخاصة بالموريكزيلا كاتيراليس. اما بالنسبه للشغل العامل الخاص بالموريكزيلا كاتيراليس، فهي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، وبتكون اوكسيديز بوزيتيف عكس الاسينيتوباكتر، وبتكون كاتاليز بوزيتيف عكس الكينجيلا، وتشبه النيسيريا لدرجه كبيره جدا فيما عدا عدم قدرتها على تكسير وتخمر الكربوهيدرات، وانها بتكون نيتريت ريدكشن ولها القدره على افراز الدي اوكسيرايبونيوكليز. وكمان بتكون بوستيف ترايبيوترين هيدروليسيز، الفرق الجوهري بينها وبين النيسيريا. والكولونيز الخاصة بالموريكزيلا كاتيراليس بتكون انتاكت، متصلة ببعض بشكل جميل جدا، لدرجة انك لو زحزحت الكولوني دي من مكانها هتتحرك الكولوني كلها في نفس الاتجاه من غير ما يحصل لها اي حاجة. وطبعا زي ما اتفقنا ان افضل ميديا العزل مجموعة الموريكزيلا هي بلاد اجار والشوكليت اجار، وبيتم اضافة الاسيتوزولاميد اللي بيقلل ويوقف نمو النيسيريا.